مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنتكلم عن التنمر، ازاي نعدل السلوك ده سواء كان من الأطفال سواء كان من الكبار، سواء احنا فاكرين ان الناس دمهم خفيف وبنحاول ان احنا نخرج من كل المواقف اللي احنا فيها او مواقف صعبة احنا فيها بمسحة صغيرة بهزار صغير، ولكن ده ممكن يسيب أثر كبير جدا نفسي سلبي عند الآخرين اللي قدامك. معانا النهاردة في استوديو لما الحلوة دكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي والفلسفة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، الصحة العامة والطب السلوكي. تمام، أهلا بيك يا دكتور، منورنا حضرتك. الله يخليك يا فندم. يمكن في الفترة اللي فاتت في مدينة العبور محافظة القليوبية تحديدا وقعت في واقعة حزينة حصلت هناك، طبعا سابت أثر حزين جدا لكل الأهالي، انتحار طالب فجأة ألقي بنفسه من الدور الرابع رغم أنه كان من المتفوقين وسجل بصوته رسالة قبل أن ينتحر بسبب أنه كان يتعرض لبعض المضايقات من زمايله ومن أصدقائه في المدرسة لأنه كان بيعاني من تلعثم أو تهتها بسيطة. نعم. فده بقينا نشوفه كتير جدا، وطبعا في ناس ممكن توظفه صح وممكن تتعالج منه أو تواجه التريقة أو التنمر ده، وفي ناس ممكن زي ما انت شفت تتخلص من حياتها. في البدايه عايزين نقول لكل الناس النهارده ايه هو التنمر؟ تمام. بص يا سمر، اولا كل سنه طيبين والشعب المصري كله والشعوب العربيه بالسنه الجديده. الحاجه الثانيه، فاكره حاجه مسرحيه مدرسه مشاغبين لما كان بيقول له لا هي استنصاد استنصاد، يعني حد مستقصدك. التنمر او البولينج انه انت حد ما مصمم ومركز عليك انه يقعد يدبقك يتريق عليك مقلس عليك يمسك نقطه ضعفك ويشتغل عليها. سواء كنت يعني على فكره التنمر ده ممكن يبقى لحد في الكبار، حد مستقصدك وكل ما ياخدك انت بقى ايه يعمل عليك حفله كده في وسط زي ما بيقولوا كده، هو عايز يلعب على الحته النفسيه عنده، الحته النفسيه أيوة. يضغط عليك بالظبط. فالأطفال طبعا في طفل تكوينه أو مناعته تتحمل ده. لو بنتكلم على الأطفال القصة اللي حضرتك بتقول على الحادثة دي يعني. وفي طفل لا يتحمل وفي كبير لا يتحمل. وزي ما حضرتك قلت التنمر ممكن من أطفال ممكن من كبار ممكن من مدرس بتاعه. في تنمر، أنا عندي تنمر من الأهالي نفسها. واحد أب واخد ابنه لبانة بقى شغال عليه رايح جاي، ابن من ولاده يعني. يا أخويا بتاع أنت اللي عامل لي فيها مش عارف إيه، رايح جاي إيه، يا ريته بيثني عليه أو ويبس فيه حاجة إيجابية. الأخطر من كده الحقيقة برضو في الستوري دي اللي أنا يعني سمعتها من حضرتك دلوقتي ما كنتش عارفها الحقيقة، ده يؤكد للناس إنه العلم والدراسة ليست هي كل شيء في حياة الإنسان. يعني أنا كنت حاطط بوست النهاردة الصبح بتكلم إنه يا جماعة سنة جديدة، يا ريت رصيدكم في السنه تجاه اولادكم، يعني احنا قاعدين فيس تو فيس كده نتغير بقى. يعني انت طول النهار قاعد بتركز على المذاكره وتركز على النظام والنظافه بدعوة انك انت كيرنج على اولادك وانت يو ار انت بتحبهم وفعلا انت بتحبهم. بس حان الوقت تعرف بقى ان انت لو سالتهم من جواهم هم شايفينك بتحبهم ولا لا، هتفاجئ مفاجاه انت مش عارف ان هم شايفينك مش بتحبهم. كويس، بل بالعكس ممكن شايفينك ان انت بتتنمر بيهم كمان.